السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل المارجن اند كنترولينج او الانتجريتنج بروسيس، وهناخد البروسيس النهاردة بتاعت المارجن اند كنترولينج بروجكت وورك. ايه المارجن اند كنترولينج بروجكت وورك؟ عبارة عن ايه؟ تراكينج ريفيو اند ريبورتينج ذا بروجريس تو ميت ذا بيرفورم اوبجكتيفز. انا بشوف انا فعلا وصلت للاوبجكتيف بتاعي ولا لا. Corrective and preventive actions are taken to control the project performance to resolve or prevent deviation between project result and project plan. أنا بحاول أعمل corrective action أو بعمل preventive action عشان لو أنا في أي حاجة اتغيرت أو أنا في أي محاذاة أو يعني إن أنا خرجت عن ال objective بتاع ال project أو ال plan والنتيجة كانت مخالفة أبدأ أصلحها. What you cannot measure you can manage. دي حاجة مهمة جدا، لو حاجة مش هقدر اقيسها مش هقدر اعمل لها management. بعمل ايه؟ ان انا اول حاجة بعمل plan او بعمل negotiate، باكسكيوت، بتشيك الريزلت against البلان، لو مش تمام او مظبوطة بعمل replan وبعمل changes وببدأ اعمل execution وهكذا. دي فايدة monitoring and controlling. Comparison actual project performance against the project management plan. أنا بشوف ال performance بتاعتي إيه وال plan بتاعتي إيه وببدأ أعمل لهم comparison، بعمل لهم مقارنة. Assess performance to decide whether any corrective or preventive actions are needed. أنا بشوف هل فعلا performance بتاعي ده محتاج إن أنا أصلح له حاجة أو prevent حاجة. Analyze, track and monitor project risk. أهم حاجة بخلي بالي من project risk هنا وببدأ أحلله وأتراكه. Maintain any accurate and timely information on the project deliverables. بشوف الaccuracy والtime بتاع الdeliverables بتاعة البروجكت. Provide cost and schedule forecast. بشوف أنا فاضلي قد إيه كtime وكفلوس عشان أخلص البروجكت. Monitor the implementation of approved changes when and they occur. ببدأ أشوف الapproved changes هل فعلا اتحققت واشتغلت ولا لأ. الانبوتس عندي اكيد البلان بتاعي، project management plan، schedule forecast والcost forecast. بشوف انا project plan عامه schedule فاضل لي فيه قد ايه والcost فاضل لي قد ايه. validated change requests including corrective or preventive action or defect repair. بشوف الحاجات اللي changes اللي عندي. work performance information ايه اللي حصل عندي، كل الكلام ده عشان ابدا اقارن ما بينه وما بين البلان. الانتربرايز انفايرمنت فاكتور زي الورك اوثرايزيشن سيستم، زي الريسك توليرانس، زي الستاندردز، كل الكلام ده. ولو عندي بروسيس اسيتس زي بروسيجرز او تمبلتس ممكن استخدمها. التولز والتكنيكس، اغلب الحاجات في الانتجريشن هنا بتبقى اكسبرت جادجمنت اكيد وان اوف ذا تكنيك اند ميتنج. من ضمن الحاجتين الزياده ان انا اناليتيكال تكنيكس وعندي بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. لو عندي انفورميشن سيستم موجود في الانتربرايز ممكن استخدمه. الاناليتيكال تكنيكس عباره عن ايه؟ الريكيرجن، الكوزال اناليسيس، الروت كوز اناليسيس، الفوركاستنج ميثودز، الفولت تري اناليسيس، ريزيرف اناليسيس، فيلير مود اند افكتيف اناليسيس، تريند اناليسيس، ايرند فاليو مانجمنت، فاريانس اناليسيس، وفوركاستنج ميثودز. كل الكلام ده ببدا انواع من التكنيكس ان انا بحلل ايه اللي حصل عشان انا اعمل الاوتبوت بتاعي حصل كده وان انا حصل ديفيشن ما بيني وما بين البلان. الاوتبوت بتاعي ممكن تشينج ريكويست كوركتيف او بريفنتيف او ديفكتس ريبير. بروجكت مانجمنت بلان ابديت، ممكن الكلام ده يرفلكت على ابديتس عندي في البلان. وبعمل project documents update، بأبديت documents بتاعة البروجكت، وبالتالي work performance reports بطلعه نتيجة المونيتورنج اللي أنا حصلت عليها وليه الأسباب بتاعة الديفيشن. بكده ان احنا خلصنا رابع processes عندي في الانتجريشن اللي هي monitoring and controlling process group، وبتحصل في monitoring and controlling processes. وده زي ما اقول كده ايه ان احنا integrated كل knowledge areas اللي عندي وببدأ اعملها في الشابتر ده او في الانتجريشن بروسيسز. حابب افكركم تاني لو عندكم اي اسئله او اي استفسارات ممكن تكلمونا على الشات اون الفايبر او الواتساب او على الجيميل، او ممكن تلاقونا على الويب سايت بتاعتنا. هتلاقوا التمبلتس كلها بتاعه البروجكت مانجمنت بالفيديوهات بالبرزنتيشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.